كان رافض انها تلمس بدلته في السيشن. انت والله الموقف ده بيحصل في كل عريس وعروسه، لولا ضغطها عليه ما كانش يقبل. يا راجل في الفرح كانوا هيتخانقوا والسبب غريب. في الاخر فاجئها بمطرب احلامها. لأبرز اللقطات اللي حصلت في حفل زفاف كشري مصري وياسمين، ليه كان رافض تلمس البدلة في السيشن؟ هل فعلا وائل جسار حضر الفرح؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. من ساعات كان حفل زفاف كشري مصر وياسمين حفل زفاف أشهر عروسين على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة. الفرح جه للعروسين على سهوة، يا دوب عرفت قبلها بكام ساعة. لولا إنها مستنية اللحظة دي من 3 سنين ما كانتش قبلت بالميعاد. اليوم كان كله مليان حاجات كتير، من أول السيشن اللي عملوه لحد نهاية الفرح. في السيشن كشري مصر كان رافض إن ياسمين تلمس البدلة بتاعته بوشها، لحد ما شاف إنها تزعل لما خدها بالحضن وقال ليها كان رافض إنها تلمس البدلة بتاعته بوشها. على كلامه هو كان قلقان إن الميك اب بتاعها يعلم على جنب البدله بتاعته مكان ما هتلبسه، ده راجل فنان يعني وعارف تفاصيل الحاجات دي جدا. كشري مصر وياسمين كانوا مبسوطين جدا في الفرح، وكل حبايبهم طبعا كانوا مبسوطين. فرح حضروا عدد كبير جدا من اصحابهم وحبايبهم واللي كانوا بيرقصوا معاهم وبيغنوا على اخرهم، بس في لقطه في النص كده كانت ممكن تقلب الفرح لحزن خالص. لقطه مسك فيها كشري مصر وياسمين في بعض، هي كانت هزار بس كان ممكن تقلب جد لما كانوا بيتفقوا الاثنين من فيهم على يقطع تورته الفرح. في النهايه قطعوها سوا وباذن الله تكون بدايه تخليهم مع بعض. كشري مصر صمم في الفرح انه يغني لياسمين بنفسه، ده رغم انه جاي دي جي وواحد من اشهر الفنانين في الوسط الفني دلوقتي. كشري غنى لياسمين وهي كمان غنت معاه، اتبسطت بيه وانبسط بيهم كل محبيهم واللي شافوا فيهم زوجين مبسوطين مع بعض. اللافت بقى خلال حفل زفاف ان كشري مصر جاب واحد يغني في الفرح، تقريبا صوته كان خلق الناطق وائل جسار، اغلب اللي سمع صوت في المايك في الاول افتكروه وائل جسار فعلا. ياسمين كانت نفسها في وائل جسار يجي يغني في فرحها، لكن ده طبعا فوق امكانياته، لكن كشري مصر حاول على قد امكانياته. امكانياته دي في النهايه المطرب شاب اسمه احمد حموده. احمد هو شبيه وائل جسار في الصوت جدا، بيطلع بقاله فتره في حفلات يغني فيها على حس صوته القريب جدا من صوت الفنان الكبير وائل جسار. ده طلع كمان مع وائل جسار بنفسه في اكتر من مناسبه، وائل جسار قال له انه قريب منه في الصوت وقال له انه ممكن يكون خليفته في المستقبل. في النهايه ايه رايكم في فرح كشري مصر وياسمين؟ مع العلم ان ياسمين تقريبا عرفت ميعاد الفرح قبليه بكام ساعه. كشري مصر فاجئها بميعاد الفرح وما كانتش تعرف، وده لما عمل لها مفاجأة في مركب وكان بيصالحها علشان كان مزعلها. تحبوا تقولوا ايه بقى للاتنين بمناسبة حفل زفافهم الجميل ده؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.